وبنا أيها أصدقائي يا لها من فرصة طيبة. أين ستقضي عطلتك؟ سأذهب إلى المدينة التي اغتررتها. ماذا تريد هناك؟ أريد زيارة جدي مع أسرتي. أجمل أعمالك يا صديقي. وأنت يا دمام، كيف تقضي عطلتك؟ أنا أفضل مساحرة برامج التلفاز. لا مانع من مشاهدة البرامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين. أما أنت يا عبد الرزاق، أنا سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة وسألعب إلى شاطئ البحر إن شاء الله. عطلة سعيدة يا أيها الأصدقاء.